العاصمة المصرية القاهرة تستقبل الفاعلين السينمائيين خلال مهرجانها السينمائي الدولي في دورته 45. السينما المغربية، ولأن مكانها الإقليمية والقارية مهم، فهي حاضرة في عدد من فقرات وبرامج المهرجان. المملكة تشارك في مسابقة أسبوع النقاد الذي يعرف تنافس 7 أشرطة سينمائية، من بينها شريط راضية للمخرج خول أسباب بن عمر. المهرجان كالعادة هو رسالة ثقافية وفنية في مجال صناعة الأفلام وفي مجال التجمع الكبير الملتقي وصناع الأفلام على مستوى ليس المستوى المحلي فقط، على مستوى الإقليمي والمستوى الدولي. كما تضم لجنة تحكيم مسابقة أسبوع النقاد الممثلة المغربية نسرين الرالي إلى جانب غراين هومفريز مديرة مهرجان دبلن السينمائي الدولي من أيرلندا والمخرج المصري خالد الحجر. المشاركة كويسة جدا، عندنا مشاركة مغربية متميزة جدا، عندنا مشاركة من شمال أفريقيا، جميع أنحاء الدول العربية اللي موجودة في شمال أفريقيا، فبيسعدنا تواجدهم معنا طبعا. المغرب يشارك أيضا في مسابقة آفاق السينما العربية من خلال شريط المرج الزرقاء للمخرج داود ولاد السيد، وذلك إلى جانب 13 شريطا آخر مع الشريط المغربي أنا ماشي أنا للمخرج هشام الجباري الذي يحضر ضمن قائمة الأفلام 12 المشاركة ببرنامج العروض.